من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال متى الرسول: سمع هيرودس رئيس الربع بخبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان، لقد قام من بين الأموات، ولذلك تجري على يده الأعمال القديرة. فإن هيرودس كان قد قبض على يوحنا وأوثقه وطرحه في السجن من أجل هيرودية امرأة أخيه فيليبوس، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل لك أن تتزوجها، وأراد أن يقتله، إنما خاف من الجمع الذي كان يعتبره نبيا. وفي ذكرى مولد هيرودس رقصت ابنة هيرودية في وسط الحفل وأعجبت هيرودس، فأقسم لها أن يعطيها مهما تسأل. وحرضتها أمها فقالت: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل القسم والمتكئين أمر بأن يعطى لها. فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، وحمل الرأس على طبق وأعطي للصبية، والصبية حملته إلى أمها. وجاء تلاميذ يوحنا فرفعوا جثمانه ودفنوه، ثم ذهبوا فأخبروا يسوع. حقا والأمان لجميعكم.